شكرا السادة النواب. هذا بطبيعة الحال موضوع مهم اللي يتعلق بالطرق القروية. غادي نذكر بعجالة أن عندنا حوالي 57,334 كيلومتر، يعني اللي هو إجمالي الشبكة الطرقية، تمثل الطرق المعبدة منها 73.5%، وتخصص الوزارة سنويا 1.7 مليار ديال الدرهم لصيانة هذا الرصيد الطرقي، لأن الرصيد الطرقي راه حوالي 250 مليار ديال الدرهم كقيمة ديالو. وتدل المؤشرات اللي متعلقة باستغلال الشبكة الطرقية أن هناك صحيح عدم ملائمة الموارد المالية المرصودة، لأن عندنا واحد الفارق ديال 1.8 ديال المليار ديال الدرهم الذي نسعى إلى أن ندبره في السنوات المقبلة. بطبيعة الحال دار واحد المجموعة ديال البرامج فيما يتعلق بالطرق القروية، دار الطرق القروية البرنامج الأول ثم البرنامج الثاني ثم هناك البرنامج الترابي، وهذه كلها خصصت لها أغلفة مالية مهمة جدا. لكن أهم شيء مطروح الآن في هذه السنوات، يعني انطلاقا من هذه السنة إن شاء الله، هو المشروع ديال تقليص الفوارق المجالية. هذا واحد المشروع اللي غيكون فيه حوالي 32,600 كيلومتر من الطرق بكلفة إجمالية غادي تكون تقريبا حوالي 36 مليار ديال الدرهم، فيها بناء وتهيئة الطرق ومسالك جديدة لفك العزلة بمبلغ 28 مليار على طول 23,600 كيلومتر، وإعادة تأهيل الطرق المحلية المصنفة بمبلغ 8 ديال المليار ديال الدرهم على طول 8000 كيلومتر، وكذلك 180 منشأة فنية. وسيستفيد من هذا ما يزيد على 3.4 مليون نسمة من الساكنة القروية موزعة على 73 من أقاليم المملكة، وتشمل 859 جماعة قروية و7761 دوار. شكرا سيد الرئيس. أنا قلت بأنه دارت برامج، كاين ثلاثة البرامج اللي داروا وكلفوا الدولة خزينة الدولة يعني ملايير ديال الدراهم، وكاين برنامج الآن اللي تنتكلموا فيه على تقريبا 32,600 كيلومتر، والراجح انه سيستجيب العدد من الطلبات اللي تتعلق بالطرق القروية. لكن ملي تنتكلموا على الطرق القروية دعونا نوضح امر اللي هو اساسي. شق هاد الطرق القروية فيه مجموعة البرامج تكلمت عليها، لكن الصيانة ديالها اصبحت الان من اختصاصات ديال الجهات. اذا منين نتكلموا على الصيانة خصنا ناخذوا بعين الاعتبار ان الجهات اصبحت الان مسؤولة، لان هذه طرق غير مصنفة ولا تقع ضمن صلاحية وزارة التجهيز. لكن مع ذلك أنا بغيت نقول واحد المسألة اللي مهمة فيما يتعلق بالبرنامج القروي الثاني. وصلنا ل 79% ديال تحقيق نسبة الولوج، وكان مقدر أننا نوصلوا واحد تقريبا 80%. لكن مزيان السادة النواب يعرفوا بأن الشركاء، وهذه مزيان نسطر عليها، الشركاء اللي التزموا بدفع الأقساط ديالهم لحد الآن 885 مليون درهم لم تدفع. فلا يمكن أن نطالب وزارة التجهيز والنقل أن تقوم بهذا الأمر، والحال أنه عندما تكون هناك توقيعات الاتفاقيات يسارع عدد من المسؤولين إلى توقيعها، لكن عندما عند الإنجاز يقع هذا بطبيعة الحال فيه واحد النوع من عدم الوفاء. 885 مليون درهم اللي ربما غادي تكون خلقات إشكالات في واحد العدد ديال الطرق. لكن نحن الآن بصدد تعبئة هاد المجموعة ديال المبالغ اللي تكلمت عليها اللي غتستجب إن شاء الله لواحد المجموعة الأمور. بعض السادة النواب سولوني على بعض الطرق يعني محددة، أعتذر لا أستطيع الإجابة لأن ما عنديش فكرة حول هذا الموضوع لأنه لم يرد في الأسئلة. شكرا السيد الرئيس.